حلقة اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. نشرة أخبار اليوتيوبرز من تقديم إياد. مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. من بعد ما أعلن أحمد وزينب عن عودتهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، واللي حكيت عن هذا الموضوع بالتفصيل بالفيديو السابق، نزل أحمد أبو الرب ستوري على انستغرام وكتب يا رب تكون رجعة كويسة ويكونوا تعلموا الدرس، أنا متأمل خير. فأحمد وزينب نزلوا صورة ثانية وعلقوا ببداية جديدة. فعلق محمد تجواني على البوست وكتب بالتوفيق يا رب والله يخليكم لبعض. نشرت عزة زعرور مجموعة من الستوريهات من مكان تصوير المسلسل الجديد اللي عم بتحضر له، واللي إلها دور كتير كبير فيه، وتحدثت عن دورها والأجواء هناك. يا صباح الورد، صباح الفل، وكل شيء حلو يا حبايبي، إن شاء الله يومكم يكون حلو وبجنن مثلكم. يلا How are you? ميشا هي ميك اب ارتست وخاصة للسبيشال افكت هي معنا اليوم بالتصوير. ما رح نحكي لكم شو عم بصير، بس wait for it. إذا كان لنا تصوير مشهد هلا شوفوا شو صار فيه، يعني ما احكي لكم قديش مؤلم. من بعد انتهاء مسيرة ومغامرة سديم، لم ينزل هشام دي ان اي فيديو على قناته على يوتيوب من بعد اغنيته مع عادل تاويل اللي صارت محققة ما يقارب 10 مليون مشاهدة. فنزل هشام ستوري على انستغرام وخبر متابعينه انه عم بيحضر لفيديوهات جديدة وعم يكتب السيناريوهات بالوقت الحالي. من بعد عدد كبير من الانتقادات والتعليقات السيئة اللي طالت كويلي ببوستاته على حسابه على انستغرام، قرر يقفل التعليقات نهائيا من بعد ما حاول العديد من المرات التخلص من هذه التعليقات. أنس وأصالة يكتسحون اليوتيوب، العبارة اللي اتفق عليها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بآخر فيديوهات نزلوها. فالمتابعين عم بيتابعوا كل خطوة يخطوها أنس وأصالة، من بينها سفرهم لكاليفورنيا، ففيديو الوصول حقق أكثر من 7 مليون مشاهدة، وفيديوهات التجهيزات حقق أكثر من 6 مليون مشاهدة، غير النجاح اللي حققته أغنية أصالة مؤخرا حيث صار محققة 19 مليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من طرحها على يوتيوب.